أحسن الله إليكم، هل صيام يوم عرفة مكفر للكبائر؟ ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده أنه يكفر الكبائر، لكن كثير من العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يكفر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قالوا فإذا كانت الصلاة المفروضة وهي أفضل أعمال البدن لا تكفر إلا إذا ترك الكبائر فغيرها من باب أولى. وعلى هذا فنقول صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده بالنسبة للصغائر فقط، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة مستقلة. أحسن الله إليكم.